السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق جديد تم إنشاؤه في ولاية تيبازا وبالضبط بمنطقة شينوا باسم بشينوا نسبة إلى جبل شينوا. إذن الفندق هذا والله أنا حسب رأيي هو واحد من أفخم الفنادق اللي شفتها في الجزائر، ويعني هندسة وديكورا، يعني من ناحية الهندسة المعمارية شيء رائع، شيء جميل جدا، وكذلك الديكور الداخلي رائع، يعني راقي، شيء رهيب. يعني هذا جواب اللي من يقول أن الجزائر ما عندهاش فنادق وما عندناش سياحة وما عندناش. إذا كان ما عندناش سواح معناه أنه ما نقدرش نبني فنادق، بما أننا الفنادق تفتح تقريبا يوميا في الجزائر، يعني كل شهر عندنا بضعة فنادق تفتح في ولاية من ولاية الوطن. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه الفنادق هذه تجد من يستعملوها لأن في سياحة. أكيد أن السياحة هذه لا تشبه السياحة الموجودة في دول الجوار، هذا الشيء أكيد، ما عندناش هذاك النوع تاع السياحة، لكن عندنا سياحة نتاع الأعمال، عندنا سياحة نتاع داخلية تاع المدن، عندنا سياحة تختلف، لكن موجود سياحة. إذن هنيئا لهذا الإنجاز الجميل الموجود في ولاية تيبازا، و أتوجه إلى المسؤولين والمستثمرين في هذا الميدان أن يهتموا بالطبقات المتوسطة ويديروا لنا فنادق ذات يعني نجمة، زوج نجمات، ثلاث نجمات، يعني تكون فيها أقل خدمات، لكن تكون فيه عاملين أساسيين وهما النظافة والأمن. لازم يكون فيه فنادق في متناول الأغلبية نتاع الطبقة يعني تاع الشعب الجزائري، باش نطور السياحة الداخلية ونعرف مليح بلادنا ونطور سياحة المدن. كاين بزاف عائلات تحب تمشي من مدينة لمدينة، من ولاية لولاية، لكي نتعرف على بلدنا بصفة عامة. نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.